بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة متساكني ولاية ريانا، إنه لا ينالنا عظيم الشرف أن نعلمكم بترشحنا للانتخابات التشريعية 26 أكتوبر 2014 عن ولاية ريانا بوصفنا قائمة مستقلة شعارها الميزان برئاسة الأستاذ المنصف الربيعي. إن أملنا فيكم كبير ورجاؤنا أكبر أن ننال ثقتكم لنتمكن من الدفاع عن حقوقكم وحرياتكم. السيدات والسادة، نعدكم بأن نكون صوت البحار في قلعة الأندلس، وصوت الفلاح في سيدي ثابت، وصوت العامل في حي التضامن، وصوت رجل الأعمال والمستثمر في أريانا وحي النصر، وصوت أهالي متساكني النحلي والبكري وسبالة بن عمار والمنيهلة وسكرة ودار فضال وبرج الوزير وبرج التويل وحي الغزالة وجعفر ورواد. سوف ندافع عن تهيئة وتوسعة المنطقة السياحية برواد، وعن التسريع في إنجاز المشاريع الكبرى المعطلة، منها المرفأ المالي بالحسيان وتوسيعة القطب التكنولوجي بالغزالة وإنشاء قطب تكنولوجي موازي وتهيئة ميناء قلعة الأندلس وحل مشكلة الانتصاب الفوضوي بأريانا المدينة. سوف ندافع عن بناء وإنشاء معهد ثانوي ومدرسة إعدادية ودار ثقافة وشباب ومكتبة عمومية بالنسبة للنحلي والبكري وسبالة بن عمار وبرج تويل، وإنجاز والتهيئة العمرانية وربط هذه المناطق بشبكات التطهير وحل المشاكل العقارية القانونية. إننا نلتزم ببذل العناية اللازمة لغرس روح المبادرة والحث على طلب العلم والعمل والثقافة والمعرفة والرياضة وحب البلاد والعلم، وتكوين ناشئة لها سمات النفوس الكبار والهمم العالية والكرامة والعزة، وغرس ثقافة النجاح والتميز والأخذ بناصية العلوم الحديثة والشعور بالنخوة والعزة بالانتماء لهذه الدولة ولهذا الوطن العزيز. إننا سوف نتولى غرس روح التسامح والاعتدال ونبذ الحقد والعنف والكراهية والتكفير. إننا سوف ندافع عن حق جميع أهالي أريانا في الأمن، في التعليم، في الصحة، في العيش الكريم، في التنمية الاقتصادية، في مزيد من فرص التشغيل وخاصة لحاملي الشهادات العليا، وتحقيق الكرامة والثقافة والرياضة، والحفاظ على نمط العيش التونسي الضارب في القدم منذ 3000 سنة، وفي حرية المعتقد والضمير، وفي حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر. وسوف ندافع عن كل هذه الحقوق الدستورية ونسعى لتكريسها على أرض الواقع. السيدات والسادة، سياسيا سوف نسعى لتحقيق التوازن بين السلطات، اجتماعيا سوف نسعى لتحقيق التوازن بين الجهات، ثقافيا سوف نسعى لتحقيق التوازن الثقافي، لا غلو ولا تطرف ديني. سوف نسعى لإحداث توازن بين قوة رأس المال وضعف الطبقة الكادحة. سيدات والسادة، إن رأيتم أننا وفقنا فيما انتهجنا فذاك هو المبتغى، وإن كانت الأخرى فحسبنا من الحسباء أجر مجتهد.